تتابعونا في نشرتنا أيضا. محافظة أربيل تعلن البدء بمشروع إيصال الخدمات إلى أراضي المعوضين بسبب مشاريعها الاستراتيجية. 50 مفقودا غالبيتهم من إقليم كردستان في غرق مركب مهاجرين قبلة اليونان في بحر إيجه. وانهيار مبان تاريخية جراء الأمطار والسيول في صنعاء. قتلى في قصف روسي حول محطة زابوريجيا النووية. وبريطانيا تزود كييف بصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا. وسط بكاء شديد، شقيقة زعيم كوريا الشمالية تعلن إصابته بكورونا.